افتتاح مبنى المكتبة، والمبنى ده مكون من 4 أدوار. الغرض كان من إنشاء المكتبة كان ولا يزال هو تدعيم العمليات التعليمية بالمصادر اللي هي تساعد الطلبة في الأبحاث وفي الأسايمنتس اللي عليهم، التكليفات اللي عليهم. في مصادر طبعا مطبوعة، وفي مصادر إلكترونية اللي هي بتقدر بآلاف من الجورنالز والكتب الإلكترونية، إكساب الطلبة الخبرات التعليمية المختلفة. فمثلا هنلاقي ان في عندنا 21 جروب ستادي مختلفة الاحجام بيتم حجزها عن طريق الموقع الالكتروني بتاع المكتبة. في عندنا برضو لو في طلبة عايزين يذاكروا في مكان هادئ تماما، في عندهم قاعة خاصة بكده. لو عايزين مثلا يقعدوا يشربوا شاي او ايا كان، وفي نفس الوقت يقروا جرايد مثلا او يتكلموا بس مع بعض، في عندنا منطقه اسمها سوشيال اريا. في مسابقات بتتعمل بالاتفاق مع كليه الاعلام، مسابقات للطلبة، يا اما تصوير يا اما رسم. في بالاضافة كده كمان في عندنا قاعتين خاصين بالانفورميشن سكيلز اللي هو تعليم الطلبة كيفية البحث في قواعد البيانات وفي فهرس المكتبة. مثلا جالنا شرفنا بالزيارة السير دكتور مجدي يعقوب، دكتور فاروق الباز، دكتور مصطفى السيد. برضو جالنا وزراء هنا في المكتبة شرفونا وسفراء، وجالنا وفود أفريقية وأجنبية سواء من الجانب البريطاني من جامعات بريطانية أو جامعات أمريكية برضه. بالإضافة لكده في عندنا مكان خاص بالندوات والسيمينارز، وحتى عملنا السنة اللي فاتت كان في عرض فيلم سينما.